كلمة الشعر تكون بإسكان العين أم بفتحها؟ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كل من الفتح والسكون مذكور في المعاجم ومنقول عن العرب ومن اللغويين من يرجح السكون ومنهم من يرجح الفتح وكل على صواب وأشرت إلى ذلك في كتاب ما هب ودب وقلت في نظمه والعين في الشعر يجوز فيها وجهان قد صحا فكن نبيها وبالله التوفيق